وبشأن التطورات السياسية في اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يين يمن صالح الجبري. سيد صالح، مرحبا بكم. يعني هناك ترقب انطلاق حوار جدة بين الحكومة اليمنية ومن جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى. بداية، كيف ترى هذا الحوار؟ إلى أي مدى يمكن أن يخرج الجنوب من أزمته؟ شكرا جزيلا. بداية، يعني يؤسفنا أن يصل الحال في اليمن إلى هذا الوضع، بأن تأتي دول التحالف تطلب من حكومة شرعية. جاء التحالف بطلب من الرئيس هادي ومعترف به دوليا أن يجتمع بجماعة انقلابية انقلبت على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. بهذا التصرف يبدو لي سيلغى هدف دخول التحالف إلى اليمن، لأن هدف التحالف إلى اليمن جاء تحت مبرر انقلاب الحوثي على الشرعية في صنعاء. فأن تأتي من أجل إنقاذ بطلب من الرئيس هادي يعني ضربة الانقلاب في صنعاء وإعادة الشرعية إلى صنعاء، ثم بالأخير دول التحالف وتحديدا الإمارات تنشئ وتدعم مجلس انتقالي ينقلب على الشرعية، هذه من الغرابة ويعني والمهزلة في حق الشرعية اليمنية. أنا أستبعد أن يقام هذا اللقاء وأن تلتقي الشرعية، ما زال الشرعية حتى هذه اللحظة يرفض اللقاء مع المجلس الانتقالي في عدن، ويبدو لي أن الموضوع لن يتم على الأقل خلال الفترة القادمة. سي صالح، الطرفان سيذهبان إلى جدة بأجندتين مختلفتين، هل تعتقد أن هناك ربما مساحة صغيرة متاحة لتلاقي الطرفين في ظل رفض بعض وزراء الحكومة الجلوس بالأساس مع الانفصاليين؟ الحكومة إلى الآن أو الشرعية بشكل عام من الرئيس والحكومة والوزراء ترفض الجلوس مع المجلس الانتقالي المدعوم من قبل الإمارات العربية المتحدة، الذي يعني سماها اليمنيون بأنها دولة غازية وأنها على مدار 4 سنوات صنعت ميليشيات وأحزمة أمنية خارجة عن إطار الدولة، وارتكبت تلك الجريمة الأخيرة ضد الجيش اليمني، راح ضحيته أكثر من 300 شهيد وجريح. وبالتالي يبدو لي أن الفجوة كبيرة جدا، لأن هذا اعتراف، سيكون اعتراف من قبل الشرعية بهذا المجلس، وبدل أن يكون معنا فقط مجلس انقلابي في صنعاء يصبح معنا مجلسين، مجلس انقلابي في الشمال ومجلس انقلابي في الجنوب. والآن ظهر مجلس آخر للأسف بدعم من بعض اطراف التحالف، وهو مجلس الانقاذ الجنوبي ومجلس المهره ومجلس الحراك الجنوبي السلمي. يعني هناك يبدو لي في خطه يعني لتفكيك اليمن وخاصه المناطق الجنوبيه وتأسيساتها، وكأن احنا في عهد استعمار بريطاني جديد الذي قسم الجنوب الى اكثر من 25 مشيخه. طيب، واليوم للاسف الشديد يبدو ان هناك توجه من قبل بعض قوى التحالف الى تقسيم المقسم. سيد صالح، وزير الداخلية أحمد الميسري قال بأن حكومة بلاده ترفض التفاوض مع المجلس الانتقالي، لكن هل هناك بدائل غير الجلوس على طاولة المفاوضات؟ البديل هو قيام الجيش اليمني بإعادة العاصمة صنعاء إلى حضن الشرعية، ويعني تلقين المجلس الانتقالي المدعم الإمارات درسا ليعرفوا أن هذا خط أحمر، وأن الشعب اليمني يطالب بدولة مدنية ضامنة لكل أبناء الشعب اليمني. مشروع الانفصال هزم في شبوة من قبل الجيش اليمني، وإمارات هزمت في شبوة وهزمت في أبين، وبالأخير لجأت إلى استخدام الطيران ضد الجيش اليمني الذي صنفته تحت مبرر أنهم إرهابيون. أصبح الرئيس هادي إرهابي، والحكومة اليمنية إرهابية، وجيش يمول برواتب ويدرب من قبل التحالف السعودي والإماراتي، ثم بالأخير يتهم بأنه إرهابي. إذا الإمارات إرهابية والسعودية إرهابية، إذا كان هكذا هو تقييم وتقدير ومبرر الإمارات لضرب الجيش اليمني. هناك فجوة كبيرة، لا يمكن أن تلتقي الشرعية مع هذه الثلة المدعومة من قبل الإمارات. سي صالح، مبادرة الحوار مع الانفصاليين، هناك من يذهب ربما سيقسم الحكومة الشرعية. في هذا الإطار، من وجهة نظركم، من المستفيد في هذا الصراع الحاصل بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية؟ ما يحدث في الجنوب مع الأسف يخدم جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من الإمارات. الحوثي الآن لا يخسر رصاصة واحدة الآن،
هو يصبر ويتفرج، وطبعا هو يفرح بما يحدث الان في المناطق الجنوبيه، وله تواصل طبعا مع المجلس الانتقالي. نعم. ولهم تواصل ايضا في لقاءات سريه مع الامارات، خاصه بعد ان ذهبت وفد من الامارات الى ايران، وجاء تلك الضربه بعد ان جاء تفاوض الاماراتيون مع ايران. للاسف الشديد الوضع في اليمن يسير من سيئ الى أسوأ في ظل وجود الامارات العربيه المتحده التي رفضها ابناء الشعب اليمني حكومه ورئيسا وشعبا، وهناك ضغوط لمطالبه الرئيس هادي بتحديد موقف واضح من قبل السعوديه، يطالبها بتحديد موقف واضح من قبل الامارات، فمتى هي من جاءت بطلب من الرئيس هادي، وهي التي كونت ما يسمى بالتحالف العربي. فللاسف المستفيد الاكبر هي ايران، هي يعني جماعه ميليشيا الحوثي الايرانيه في صنعاء. من اسطنبول رئيس مركز يين يمن صالح الجبري، شكرا جزيلا لكم.